بنتكلم عن الشارع الواصل للساحل، ما نبغي شارع الساحل، اعطونا الساحل بس. الشارع ساحل مالجي ما في شارع، نفتر فرش كبرها، ولكن الساحل عامر. ما نحتاج إذا في ميزانية حطوها حق الساحل وخلوه يستوي. الشارع بنروح ليه مشي ما في مشكلة. ما نبغي نعقد الأمور، نبغي الأمور تسهل، نبغي الشارع، نبغي الساحل يستوي. حلم من 50 سنة ينتظرونه، خلي الحلم يستوي، الشارع بعدين. بالنسبة إلى الـ يعني خلوا معدل الإحباط اللي صار عند المجتمع يروح يزول، خلوا حصر عندهم أمل، خلوا الواقع يستوي جزء من الواقع على الأقل، أساس إن يؤمنون في مجلس النواب، يؤمنون في سلطة تشريعية، يؤمنون في ناس تمثل المواطنين. كم نائب صار حق الدائرة 12 ولا حقق شيء، لا أنا ولا غيري. أنا ما نجالس اليوم، أنا ولا أبغى أفكر نجلس مرة ثانية، بس أبغي هذا الحلم يصير للناس، نبغي حقيقة تكون بصيص أمل يصير لهم. على شكرا.